أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء ماثيو تولر أن بلاده تدعم جهود رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي في قيامه أو في قيادة العملية السياسية الانتقالية وصولا باليمن إلى بر الأمان. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الخارجية عبد الله الصايدي، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. من جانبه أكد الصايدي أن اليمن تثمن دور الولايات المتحدة في دعم العملية السياسية والتنموية في البلاد.